كما تشاهدون أمامكم مصنع لتحلية المياه القادمة من البحر. تحلية المياه هي سلسلة من العمليات الصناعية تجرى لإزالة كل أو جزء من الأملاح الزائدة باستخدام طاقة الهيدروجين الأخضر الذي تم إنتاجه في مصانعنا السابقة. هذه البركة مياهها قادمة من البحر، تم توصيل أنبوب خاص لسحب المياه من البركة إلى جهاز التحلية. وهذا الأنبوب الخاص لتوصيل المياه من البركة إلى جهاز التحلية. وهنا في جهاز التحلية تبدأ درجة حرارة المياه بالارتفاع وصولا إلى درجة التبخر باستخدام احتراق الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تجميع البخار على سطح بارد وتكثيفه وتجميعه ونقله عبر أنبوب خاص إلى خزان، ليصبح لدينا مياه نقية يتم توزيعها إلى جميع مناطق المملكة مع الحفاظ على عدم التلوث البيئي.